ولمتابعة تطورات المشهد في الأراضي المحتلة على خلفية استمرار المقاومة في غزة بصد هجمات الاحتلال وسحب الأخير لأهم قواته من القطاع مع تزايد الضغوط على حكومة نتنياهو وتصميمه على استمرار الحرب وتوسيع نطاقها. ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور محمود خلوف. حياكم الله دكتور محمود. مساء الخير، الله يعطيكم الصحة والعافية. مساء الأنوار، أهلا بك. كما ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ طارق عكاوي. حياكم الله أستاذ طارق. يسعد مساءكم جميعا. حياكم الله. يعني لعلي أبتدأ معك دكتور محمود، في اليوم الثالث بعد 100 من هذا العدوان الصهيوني، كيف توصف يعني الموقف السياسي لحكومة نتنياهو وللاحتلال بشكل عام؟ هل هو مأزوم بالفعل أم أنه يمتلك المزيد من الوقت؟ لا، نحن أمام أزمة حاليا داخل مجلس الحرب. هناك صراع واضح بين بنيامين نتنياهو ووزير الجيش، وهناك أزمة ثقة ما بين رئيسية الأركان ووزير الجيش من جهة، مع رئيس وزراء إسرائيل من جهة أخرى. وقبل دقائق ابن جفير وزير الأمن القومي قد أصدر تصريحا قال على بنيامين نتنياهو أن يختار بين طريقي وبين طريق بيني جانس، مع أن بيني جانس قد انضم من المعارضة إلى مجلس الحرب، وهو الآن يعني من أركان مجلس الحرب، وهو رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، رئيس هيئة الأركان الرقم 20 في ما تسمى بدولة الكيان في دولة إسرائيل. إذا نحن أمام فجوة في المواقف، عدم انسجام الأمور ما بين أقطاب الحكومة الثلاث، بن جفير، سموتريتش، بنيامين نتنياهو. نحن أمام أزمة ثقة، ليس فقط كما أظهرت استطلاعات الرأي وكما تم الإشارة إليها في تقريركم في بداية النشرة، الأمر له علاقة أيضا في أزمة داخلية داخل الليكود. هناك أصوات تتعالى، هناك كتاب محسوبين على اليمين ومحسوبين على الليكود يطالبون بضرورة الإيجاد أو البحث عن قيادة بديلة، لأن بنيامين نتنياهو بوضع المرتبك وهو منشغل بحساباته الخاصة، منشغل بمحاكمته، منشغل بطريقة يفكر فيها للخلاص من المكوث داخل السجن، لأنه ملاحق في ثلاثة قضايا كل منهما أخطر من الأخرى. وهناك من يطالب بمحاكمة بنيامين نتنياهو على خلفيات الإخفاقات في موضوع الحرب الحالية وإخفاقات استخبارية وأمنية وعسكرية، وهناك من يقول أن ما حدث هو نتاجاً لإضراب وعدم التزام المتطوعين، وبالذات في أذرع مهمة في الجيش الإسرائيلي مثل الطيران ومثل الوحدات الخاصة، بسبب التعديلات القضائية التي دفعت عدداً كبيراً من الطيارين إلى عدم الالتحاق بقواعدهم، ودفعت مجموعات من الاحتياط إلى عدم الالتحاق بقواعدهم أيضاً، فهذا أوجد حالة من الارتباك، وهذا أعطى الطمأنينة للمقاومة الفلسطينية لتبدأ بالهجوم. هكذا هو المشهد يقرأ في إسرائيل، وأنا أعتقد أن هذه قراءة دقيقة، لأن الأمر له علاقة بسوء إدارة من قبل شخص أناني انتهازي يجيد الكلام ويجيد انتهاز الفرص حتى يستمر بإدارة شؤون البلاد، مع أن ما يحدث الآن هي انتكاسة من الناحية المعنوية والنفسية والأمنية على مستوى إسرائيل وعلى مستوى كل من كانوا يعولون على هذا الكيان من أجل أن يكون قوة ضاربة لتقوم بالهيمنة والسيطرة وبسط النفوذ وإيجاد شرخ وإيجاد سرطان في جسم الأمة العربية. كل هذه الأمور قد تبخرت، لأن الجيش الذي لا يقهر قد قهر بإمكانات محلية ذاتية وبتصنيع محلي، ونحن نتحدث عن مقاومة بسيطة فهي تتغلب على هذا المحتل بالإرادة والتصميم وبحسن التخطيط. طيب. أما الاحتلال فكان يغالي بالحديث عن الذكاء الاصطناعي وبالحديث عن التجسس وبالحديث عن إقامة علاقات استراتيجية وأمنية مع الدول الإسلامية لتأتي الصفعة، وحتى هذه اللحظة لم يستفيق المواطن الإسرائيلي من الصدمة التي لا زال يعيشها منذ 7 أكتوبر. نعم. طيب، أنتقل بالسؤال هنا للأستاذ طارق. أستاذ طارق، يعني الخلافات، أو كيف ترى هذه الخلافات المتصاعدة داخل قيادات كيان
الاحتلال وما تبعاتها، إلى أي مدى من الممكن أن إلى أي حد ستصل؟ يعني أعتقد أن الخلاف الإسرائيلي الإسرائيلي له بعدين، البعد الأول بعد سياسي، هو كيفية يعني الخروج من هذه الحرب الموجودة الآن أو الدائرة الآن، سواء كانت في غزة أو يعني في المنطقة. والأمر الثاني هو الحسابات الداخلية الإسرائيلية المتعلقة بموضوع الانتخابات والمستقبل السياسي لكل من القادة السياسيين الذين برزوا خلال هذه الحرب، وأعني بهم يعني سواء مجلس الحرب المصغر أو قادة الأحزاب الكبرى الذين شاركوا حكومة نتنياهو الائتلافية 37. في موضوع الحرب في المنطقة أعتقد أيضا هناك يعني طريقين، إما طريق البحث عن طريقة يعني لإنهاء الحرب في غزة ودون يعني أن تظهر المقاومة أنها قد انتصرت من جهة، ودون أيضا أن يعني يبدو وكأن الجيش الإسرائيلي القوي الأسطوري أنه انهزم، وبالتالي إخراج هذا الأمر بمقاربة معينة هو محل يعني خلاف بين يعني وزراء الحرب، سواء داخل حكومة الحرب الإسرائيلية أو داخل حكومة الائتلاف. يعني ولكن أما في موضوع عفوا، ولكن ما شكل هذه المقاربة؟ هل بالفعل يمكن أن توجد مثل هكذا حل أو مخرج؟ نعم، إذا نظرنا يعني إلى المتغيرات الإقليمية والدولية خلال الأسابيع الماضية، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد سحبت يعني حاملة الطائرات جيرال فورد، وبالتالي هذا كان إشارة واضحة عن عدم رغبة الإدارة الأمريكية في جر المنطقة إلى حرب سواء مع لبنان أو مع اليمن والعراق، وبالتالي كانت رسالة واضحة إلى نتنياهو أن التصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الجنوب اللبناني أو محاولة جر المنطقة إلى حرب أوسع خصوصا مع الإيراني، هذا الأمر لن يكون، وبالتالي سنسحب واحدة من حاملة الطائرات. إذا تابعنا أيضا في الأيام الأولى والأسابيع الأولى، كان الرئيس الوزراء الإسرائيلي يتصل يوميا 3 مرات أو أكثر بالرئيس الأمريكي ويتباحث معه بكل التفاصيل، حتى أنه في ليلة من ليالي إطلاق السراح التبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، اضطر الرئيس الأمريكي أن يهاتف الرئيس المصري والأمير القطري حتى يدخل في بعض تفاصيل الصفقة حتى تصل الأسماء إلى الإسرائيلي، وبالتالي يعني ندخل في عملية التبادل، يعني إلى هذه المرحلة كانت المتابعة. بينما في الأسابيع الأخيرة هذه وجدنا أن هناك شبه انقطاع للتواصل بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وهذا يدلل على أن الإدارة الأمريكية لم تعد متوافقة في الأهداف السياسية مع الإدارة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ولا أقول غير متوافقة في موضوع الحرب على المقاومة. الطرفين يريدان إنهاء المقاومة ومحاولة تجريدها من سلاحها ومحاولة القضاء عليها ومحاولة إخراج الأسرى بالقوة، ولكنهما افترقا على موضوع الرؤية السياسية لما بعد هذه الحرب وطريقة إدارة الحرب فيما يعني يعني حجم الضحايا الذي يقع يوميا. نحن على بعد 100 يوم من هذه الحرب، عندنا ما يقرب من 100,000 فلسطيني بين شهيد وجريح، وبالتالي هذا معدل 1,000 شخص باليوم، وهو معدل كبير. رأت الإدارة الأمريكية أنها لا تستطيع الاستمرار في تحمل هذا الرقم الكبير من الضحايا والمصابين، رأى العالم كله الوحشية الإسرائيلية فيما شاهدناه من مجازر مستشفيات ومدارس وما إلى ذلك، وأخيرا أوج ذلك بالدعوة التي تقدمت فيها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وما سيتبع ذلك من تغيير في المزاج العام الدولي والإقليمي حول هذه الحرب. طيب دكتور محمود، يعني عندما يضطر الرئيس الأمريكي كما ذكر الأستاذ طارق للاتصال يعني الجهات الإقليمية والدولية للتباحث في بعض التفاصيل من الصفقات
هنا أو هناك. إلى ماذا يؤشر ذلك عندما يعني يتقدم الأصيل عن الوكيل ويحاول أخذ زمام المبادرة؟ ألا يعد ذلك انعدام للثقة أو حتى تخلٍ عن هذا الكيان؟ شوف، أنا أختلف مع زميلي من ناحية الرؤية إلى الأمور. لا يمكن الحديث عن أن هناك صحو الضمير لدى بايدن وأركان الحكم في أمريكا، ولكن ما يحدث هو انعكاس لأزمات بدأ يشعر بها الرئيس بايدن. وجدنا حوالي 12 شخصا من المتطوعين الكبار ممن كانوا يقومون على حملة بايدن ينشرون يعني تصريحات مستفزة جدا لبايدن ولكل من عملوا منه بسبب هذه الحرب وبسبب التمادي في دعم إسرائيل بشكل لا محدود. تخيل أن أحد كبار الأشخاص ممن كانوا يشرفون على المتطوعين على المنصات الرقمية يهاجم بايدن ويتهم بالشراكة مع بنيامين نتنياهو في الإجرام نعم والتنصل دكتور محمود، والعصبية يعني الغربية. هذا تقريبا ما ذكره الأستاذ طارق بأن بايدن يعني أصبح مضطرا لعدم التماهي المطلق مع هذا الكيان. تفضل. بسبب أمر داخلي، لأن المنصات الرقمية وجيل الشباب بدأ يخرج عن رغبة بايدن وعن رغبة الإدارة الأمريكية. الشباب الآن يطرح سؤالا كبيرا: نحن نقدم الضرائب حتى ينعكس علينا هذا إيجابا على مستوى التأمينات ومستوى الرفاه الاجتماعي وعلى مستوى الأمن، ولم ندفع هذه المبالغ الطائلة حتى يقوم سيد بايدن لتقديمها على شكل منح ومساعدات وخدمات استخبارية وأسلحة إلى الكيان. وهناك أسئلة كبيرة يتم طرحها من قبل طلبة ومؤثرين ونجوم: بأي حق أن المال الأمريكي يذهب بهذا الشكل ودون ضوابط إلى الاحتلال الإسرائيلي؟ قبل قليل كنت أتبع ما تنشره الصحافة الأمريكية، وجدت أن هناك خبرا لافتا أن الأغلبية الديمقراطية بدأت تفكر بوضع معايير وضوابط للمساعدات التي يقدمها بايدن إلى إسرائيل، لأن هذا الأمر لا يقابل بالجماهيرية المأمولة أو الجماهيرية المطلوبة حتى تستمر بهذا الشكل. إذا بايدن بدأ يشعر أن هذه الحرب شوهت سمعته، وأنه صحيح قد كسب أصوات اللوبي ولكن قد خسر قطاعا عريضا من الشباب، وبات واضحا أن هناك يعني مؤشرات قوية إلى عودة منافسه اللذوذ ومنافسه غير المحبوب، وهو الرئيس دونالد ترامب، الرئيس السابق دونالد ترامب. وهناك مؤشرات بالنسبة لاستطلاعات الرأي أن ترامب قد استفاد من إخفاقات جو بايدن بالنسبة للحرب وبالنسبة لأزمة الثقة ما بين الرئيس وبين الشارع الأمريكي، والذي تعززت هذه الأزمة بسبب الموقف اللامسؤول تجاه الضحايا وتجاه المدنيين العزل وتجاه المنظمات الأممية وتجاه الأونروا وموظفي الأمم المتحدة وتجاه المستشفيات وتجاه الكنوس. أن يتم قصف المستشفى المعمداني الذي يتضمن أيضا كنيسة، هذا لا يحظى طيب. بأي عذرا للمقاطعة دكتور محمود، يعني هناك من يعتقد أن موقف ترامب لو كان موجودا لربما كانت أكثر تطرفا لهذا الكيان. شوف، يعني هذا افتراض. ترامب في لحظة من اللحظات قال أن الصهيونية خذلتني، بينما في المقابل يقول جو بايدن: صحيح أنني مسيحي ولكنني صهيوني، وقد أوصاني والدي بالحفاظ على اليهود وبالحفاظ على الصهيونية. نحن نتحدث عن شخص متشبع ذهنيا وسلوكيا وسياسيا بالفكر الصهيوني، يدعم إسرائيل بشكل لا محدود، ولولا وقفة بايدن لانهارت إسرائيل منذ أمد طويل. الكل يعرف أنه لولا هذه يعني لولا تجميع القوى من قبل ألمانيا وفرنسا ولولا هذا الحراك الذي كان على مدار الساعة، نقل خبراء، نقل معلومات استخبارية، جسر حربي مفتوح ما بين أمريكا وإسرائيل، لما استطاعت إسرائيل أن تصبر إلى هذه اللحظة دون أن تتبادل مع المقاومة في موضوع الأسرى، نعم ودون أن توجد
حلا سياسيا. الأمريكان يوفرون دعما كبيرا لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي، جميع مشاريع القوانين كانت تتكسر أمام المزاج الأمريكي، أمام الفيتو الأمريكي، صحيح وجزء من مشاريع القوانين كانت ذات طابع إنساني، وأمريكا حتى انقضت على مشاريع القوانين التي كانت تدفع الأمور باتجاه التهدئة واتجاه ممرات إنسانية. وهذا ديدا لربما القيادة الأمريكية على مر التاريخ بالنسبة لكيان الاحتلال. إذا الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور محمود خلوف، كنت ضيفنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. ومن بيروت عبر سكايب أيضا عضو الأمانة العام للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ طارق عكاوي، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين.